هذا كيدل على اني عربيه وشلحه وامازيغيه دوريجين. احبائي ربي تكونوا بخير، ربي تكونوا على خير، صحه جيده. ما تديوش على هذا الراس اللي ملمط، دير واحد الميطاشات تلمي في المغرب صيفطات عليا ولمطت بها راسي. مع اختي عندي الشعر كثير تبارك الله يا اختي، بالسوالف داك الشيء والشعورات الشعورات الشعورات. ايوا ما كفانيش يا اختي الشال وما كفاتنيش الدره، ودابا درت واحد الميطه صيفطات عليا الوالده دي واحد السداري شايط. ايوا قالت لي لمطي داك الراس باش يلاه. المهم ما عليناش، غتحتاجي جوج بطاطات وانا غندير غير واحد نص نتاع بصيله، وغتحتاجي واحد الثومه، وغتحتاجي الحمص، وغتحتاجي واحد الحفينه تاع الرز. ها هو غنجبدو دابا نوجدو. ها هو اي رز عندك في الدار ديريه. غندير هاد الحفينه تاع الرز البسماتي، واحد الاكله خفيفه زوينه فهاد الصيف بالنسبه للدراري الصغار، بالنسبه لاي واحد قبل من اللحم 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 الدجاج اللحم الدجاج اللحم. راه صعيبه داك اللحم الله يسمح ليا، انا جداتي تناكل لا لحم لا دجاج لا ولا صافي كلشي ضربني في راسي. دارت السردين تناكل، ما دارت السردين ما تناكلش صافي. المهم دابا غادي نبداو ان شاء الله العمليه ديالنا. بصيله شلطيها ولا كيما بغيتي، لا غير بحال هكا تقطعها غير عشوائي داكشي كيجي بنين. ما حنايا عندنا، انا احسن ماكله مريقه تعلمتها في العروبيه، حيت انا بنت العروبيه صراحه وكبرت في العروبيه. والله تحياتي للناس العروبيه، الناس الطيبين والناس الزوينين، ما تيكذبوا عليك ما تيضحكوا عليك، تيكونوا دايرين غير برد اتاي تيفرحوا. والله خلاقيت في العروبيه والحمد لله، تنحمق على العروبيه والناس تاع العروبيه تحياتي لهم كاملين. واخا تمشي حتى للمريخ داكشي واعر. صافي حد هنا وغنحبس، ودابا غادي نشعل على البوطه على البصله والثوم. بديت نتاع الطياب خفيفه صافي، كون عملوا ديك اللعبه ديها اي واحد الشويه ماشي دوك صحابكم درت بزاف. ودابا كنجيب شويه تاع زيت الماء ايضا، غندير شويه قعق واحد شويه صافي. نشوف زيت شويه، ما كاينش اللحم والله ما نكثروا الزيت باش يبنى. اللي ما عرفاش تنقي بطاطا تجي تعلم. ما جداتي عطاتني الدبلوم بالكوزينه، قالت لي يلاه طيب لنا شوف شغتصنعي. جبت واحد الميطيشه قطعتها كنزيدها على ديك البصله والثومه اللي درت. ها هي بعد ما تشحرت هي البصله والثومه مزيان، شفتوا غير تشحر داكشي مزيان. الا عندك صلصه د مطيشه بغيتي تزيديها زيدي، انا ما نزيدش صلصه د مطيشه. ندير واحد شويه ديال الثومه غبره على كاهو، الفلفل الاسود اللي هو البزار. هاك 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 على الفلفل اختي، هاك على الفلافل والبزار ما بقاش يا خطي. عرفتي استهلكتو استهلكتو هذا البزار، قرعتي شاطو ليا من رمضان بارك الله، طيبت بقرعة البزار في رمضان تاع الكركم زعفران بلدي نقيطه بحال هكايا من البنة وصافي. استغفر الله. ناري عندك يكون شي واحد طار فيكم، كون دير قزبور عواد قزبور كارم. عرفتي جبتو هاد الطباخة هادي، كندير شويه تاع القصيبه هكا كارم، واحد مولاتي فلفله باش جدي اليوم وجداتي ما يتغداوش ناكل بوحدي. ها هي قبيصه تاع الملح حلو صافي. وداكشي هو هذاك، ها داكشي كيتختخ يا اختي. غير هاد قمت هاد الكاس هاد العنبه وكنت لق عليه بوطه بالجبيد تشحر. هاد الوقيته غسلت الحمص، غسلت الحمص قطعت البطيطه غسلتها صافي. تبقى لي دابا هاد المرحلة هادي اللي غتبقى هي استعداد البراد المشكر. هادي غتكون حفنة وشوية تاع يدي، هذا راه كاس صغيور قد هكا تاع الرز. كتزيدي بطاطا بعد ما كيتشحر داكشي وكديري العطرية، كتزيدي اختي هاد البطاطا هادي هانتي سيداتي الفضيلة. بعد ما تزيدي بطاطا كتحركي داكشي يتشرمل، يعني يدخل ليه المذاق والبنة. المهم انا غسلت الروز، كتزيدي الروز على البطاطا، كنحرك داك الروز وبطاطا صافي. دابا نزيد نمرق واحد الشويه ونسد عليها. الكوكوت ما احسن، هاد الاكله كتبغي كوكوت باش كتوجد طرام شاتوعين هادي بهاد الطريقه. كنشلونا غير في الكاس شويه البوطه مجهده صافي، كنبقى نغسل اتاي في الكاس.
صافي كتبقاي تعصري اتاي كتحيدي لي داك الماء. ويلا بغيتي تجي الماكله واعره تكوني ملمطه الراس ديالك يكون ملمط مزيان ويبان بحال هكا. صافي ومن بعد كنحيد اتاي واحد الكاس هكايا وكنخليه يتخطخ ويقول ما تخطخ. خوتي اللي ما مشاكش انستغرام ديالي يمشي تابون عندي، راني كندير لايفات وكنتجمعوا شويه نضحكوا نشطوا ان شاء الله حتى تسمح لي اليوتيوب انني ندير لايف في اليوتيوب وغنبقى ندير لكم في اليوتيوب ان شاء الله. فاش يطبخ تردي عاوتاني هذا تعاودي تحيدي كاس، فاش يطبخ تحيدي هذا تردي كاس، فاش يطبخ حتى الاخير عاد كديري السكر. كيما كدير السكر ديال الطريفات كيجيو لي هنا. بعد ما كندير السكر كندير له داك العباد ها كنعاود نرد هذا ها صافي. غير بغيت ندير داك التخبخ نحيد عاوتاني كاس. دابا غادي ندير مرحلة النعناع صافي غادي ندير ليه كوي في البراد ونخوي عليه داك الكاس اللي حيدت. ندير النعناع مباشرة وكنطفي خليه يرتاح ليا دابا مزيان بعد 5 دقائق عاد نبدا في التشقيق ديالي. الأحبة نمواتي وخوتي العزاز خياتي الحبيبات ديالي الناس الجزائر تحياتي لكم الحباب ديالي المغاربة ديالي العسل الكوفيتير ها نتوما كنهدي لكم هدا تاي. شوفو الكشاكش وما غتهبطش هكا غتبقى حيت كشكوشة دوريجين وهادي مازال ما طلعتش أتاي مزيان. هذا كيدل على اني عروبية والشلحة وأمازيغية دوريجين. شتي علاش الناس جاو مخر الدنيا باش يخطبوني؟ ها علاش دابا راه طاب هاد الشيء هو هذاك بين ما تنشف المريقه اللي فيه واخا راك شفتو درت غير كاس كنرمي الحمص يعني صافي داك الشيء هو هذاك كنرمي الحمامصات بحال هكا كنرمي فيه الحمامص صافي ها وكنخليه يطيب حتى يبقى يتخطخ فوق البوطه حتى ينشف صافي نشف هاد الماء مع الحار ونحط لهم يتغداو. ما جربش هاد الاكله ديالي والله ما شتي في والو ما جربهاش ما جرب والو دي ماشي اكله ديالي هادي اكله امي. اللحم 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 ما بنادم بقى غيضغضغ في اللحومات ياك لاباس هادشي ما تشوفو جداتي شنو غتقول على المذاق. نو كومير كارني ماما نو كومير نو كومير كارني لي خانو ماني انا انا جيت انا كوكو يا كوما كوكو سي حمقاتها ها هانتوما ها سمعتوا البوسات بوينا يلا vamos ماما بروفيت اسمع تراويلو سي مي بريبارا مي مادري سيمبري سي سي سمعتوا البوسات اللي دارت ليا هذه راه احلى ماكله في العالم في الصيف يعني اللي بغى يتبرع فهاد الصيف ها الميكلاد الصيف هاي بقى يقابل لي اللحم والدجاج تشرفي ها احلى ماكله في العالم ها نتوما العائله كامله غتقصي مع بريري اتاي ودابا نجيب الخبز ما عارفين الا ما تنكذبش اللي ديما فيه الجوع خاص تكون ماكله زوينه بوينو نو عرفتي جدي فمو ملاصق تيدير جداتي غدا معايا عند الخيستور ترى مصلحتها وغادي نقول لكم غادي معايا عند الخيستور قالوا لي ما تمشيش بوحدك جينا عند الخيستور احسن حاجه كنديرها جداتي هي ملي كنضربوا الطريق بعيده شوفوا مني ما درتش يعني مني ما درتش ديك الباندا الصغيره شوفوا سنطحتي كامله عريانه باموس ماما حنا جينا عند الخيستور انا غادي نخرج من عنده دابا نقول لكم علاش جبت معايا جداتي وجينا في الطوبيس النمره 11 وضاربين الريوش كامل وتتقول انا كنت هنا انا كنت هنايا عندي بنتي هنا عندي عائلتي هنا وفرحانه فرحانه فرحانه ما قداش لاقاش الخيستور يعطيني وراق نسنيهم صراحه هذوك الناس اللي نصحوني بالانطونوم وخرجوا عليا والله الا خرجوا عليا
هذيك الانطونوم ما صلحت لي حتى شي حاجه. قال لك ما تخدمي بها، يعني ما تقدريش ديري بها مثلا شي بيعه وشريه، تحلي شي محل كذا تخدمي. فعلا بزاف الناس كتبوا لي صراحه في الكومونتيرات قالوا لي في الدوار ما صلحها لك بوالو وما تيقتكمش الله الا وصلت على كلامكم. فاش مشيت نكري الدار قالوا لي، قلت لهم نجيب لكم يعني عندي الانطونوم، قالوا لي ما واكله لا انطونوم ولا والو، خاصك لوبينات ديال الخدمه ديال كل شهر عاد باش قديتي تشدي الدار. صافي هادشي اللي كان. ملي لقيت هاد الانطونوم ما نافعاني حتى بشي حاجه، اش بغيت ندير بها انا اصلا؟ دابا راه جيت نحبسها، عيطت البارح قلت له عافاك حبسها ليا وجد لي الوراق، ودابا قال لي جي سنيهم وجا معايا مسكين جدي وجداتي. جداتي قالت لك الا خليتوني في الدار غنبقى نغوت كاع الجيران يسمعوني، ديوني معاكم ما قداتش مسكينه تبقى في الدار راكم عارفين. صافي هادشي اللي كان. ستور هذا اللي ما يعرفش والله ما يطيح على الباب ديالو فين كاين. كتجدي جوج، كطلعي بجوج سانسورات، كطلعي في الاولى هو طلعنا فيه بلا تنوريه لكم، طلعنا في هذا السانسور هذا الاولى وخرجنا منه، وحنا عاوتاني غنشدو السانسور الثاني باش نطلعوا لعنده. الباب ديالو ما حفظته غير بالسيف، تغفر لي ربي ذنوبي. وهذا في الطبقه الاخرى كاع بان. من بعد ما مشى معايا جدي وجداتي جبتهم يديروا كاسكروت، انا خديت الشوكولات كولاكاو ما خديت والو، وهما خداو كرواسات و يبان. جينا نديو خضيره، راكم عارفين هاد ملي كنجي دائما نجي نتقضى عليه. جداتي باغا تدي الخضيره، قلت لها هزي داكشي اللي خاصك. انتم علاش جيت اخوتي؟ ها لا ما كاين الدلاح والله تنعوج ليكم. ها شتو الدلاح كيداير ما شاء الله، غا هو اللي تنجي ندي عندو ما نكذب على راسي. هاديو كارينيو مرد لي لي حاس كيدايرين جدي وجداتي راه محيحين. ها شوفوا شوفوا جداتي خلاتها عليا اليوم. ها حنا تقضينا شو تاع الديسير خضيره انقلبات لي ما كنتقضاو. شوفوا الدلاح شحال عندهم فيكم كولورادا. غادي ناخذ اخوتي ها الطريف وما شهيتكم حقكم في الجنه. اسير والله الا خلات عليا جدتي الزينه كاع الخضره اللي عنده اليوم. شفت كنمشيو عندك الزان ما كتلقى داكشي اللي بغات. دابا انا فرحانه صراحه كلشي كاين. دينا نص الدلاح اكبر نص الزينه راه بلاصتو بقات. عرفتي كثر من جوج سيمانات وانا باغا ناكل الدلاح باقي كاع ما ذقتوش. زوين الصراحه ما غاليش، اللي بغى ياكل الدلاح ما غاليش. ايوا صافي هادشي اللي كاين. ناكلو مع خبيزه. شو شنو خدات جدتي؟ خدات هاد الشيفرون خضيضر وخضيره. المهم يحيدو الناس نقول لكم شنو خدينا حاجه بحال دينا الدليح. ديت واحد السويله لا ما تخافش. دابا راه ما مفركش كيقول لي عندك تشديني نشدك ليت سالي الخدمه نتعرض لك نصورك. ودينا بطاطا ودينا البصيله ونقص ليا في الثمن كما دايرين نارينا عندك ضروري. وهذه القرعه وديت الزيتون عندهم الزيتون كحل بلا ما نهضر كيحمق 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 مع الخبز. يعني خوي عليه شويه زيت بلديه وراه كيتما. ديما كنت كندي شحال ديما كنت ساكنه حداك ودات هاد اللعيبه هادي. هادي فوديه ودينا مشي ميشات والناس واقفين مورايا كيقولوا لي عيقتي. وديت شويه تاع حب الملوك ودينا طوماطيش دي راه كيعطيني. ودينا بوتنجال يا اسطى وهذا الشفره. احب نديولي حنا عاد دخلنا واحد الوقت كانت كتقولي لي واش كديري مضضر؟ والله الا كندير مضضر باش يشد ليا الشل باش ما يطيح لياش. المهم كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. تحياتي لاختي فاطمه والزوج ديالها سعيد من الدريوش، وتحياتي لاختي عيشه ام لامياء راه اختها نيت اخت فاطمه هي عيشه من الدريوش. تحياتي لاختي عيشه من الدريوش ام لامياء، وتحياتي لاختي فاطمه والزوج ديالها تلاقيتهم دابا تلاقيتها هي دابا وعرفتي والله قالت لي كنبكي معاك الفيديوهات كنضحك معاك الفيديوهات. عاوتاني صراحه دارت لي واحد السلام مع قالت لي مسكينه والله ناري تنبقى نهضر ما نقدرش نوصف لكم تنتلاقى الناس كيفاش كيسلموا عليا وكيفاش الله يحفظكم يا كاملين كاع خواتاتي الزوينات اللي تلاقيت دابا واحد الميمتي العزيزه الله يحفظكم كاملين كاع الناس اللي تلاقيت دابا فاش خرجت. اللي بغيت نوضح لكم بالنسبه للخطيب، الخطيب عنده جنسيه اسبانيا وما مستقرش في اسبانيا، حاليا مستقر في المغرب داير المشاريع ديالو في المغرب والزوجات ديالو عايشين معاه في المغرب ولادو في المغرب. زعما على حسب انني نتزوج به ونعيش معاه في المغرب، يعني ما نعيش هنا نمشي معاه للمغرب. هادشي بقاو كيقول لي بزاف تعدد الزوجات كدا وهادي وما غنتزوجش بيه بفتحه. قال لي راه متزوج بك بالعقد على سنه الله ورسوله، ما بغيتش نجبد هذا الموضوع ما بغيتش نعاود نهضر فيه
داكشي اللي وقع ليا راني بارطاجيتو قلت لكم اودي شنو كاين حتى ما بغيتش ندخل في التفاصيل كاينين بزاف د الحوايج من الاحسن بلا ما نقولهم حتى واحد ما غيتفق معايا في هذا الراي هاد الزويجه اللي جاتني نقولها بزاف د خواتاتي شكرا بزاف على كلامكم الزوين في حقي الله يحفظكم ليا كاملين ماشي زعما كاينه انا تصنعت ولا شخصيتي هي هذيك وهضرت بالقلب ديالو داكشي اللي انا كنحس فيه وبداكشي اللي انا يعني كنفكر نديرو كما قلت لكم في الفيديو وغنعاود نقولها ما نديرش السعاده ديالي على التعاسه ديال الناس اخرين واحد الاخت شفاتني بواحد الكومونتير كتباتو قالت لي كان سبب الوفاه ديال الام ديالي هو ان الاب ديالي تزوج باه تزوج وحده صغيره وجابها على امها وامها قالت لي مرضات وقالت لي بقات كتعاني بالمرض حتى توفات بسبب ان باه تزوج الله يرحمها ويوسع عليها اختي العزيزه الله يرحمها في هذا النهار علمني هذاك من الكومونتير اللي كتبات هذه البنت علمني انا شخصيا ما نقدرش نتخيل ان الاب ديالي يتزوج وحده يجيبها على امي يعني يتزوج وحده باقا صغيره ويجيبها للام ديالي وبزاف الناس قال كيفاش هذا الوقت الانسان ما يقدرش يتكفل بجوج ثلاثه الانسان كان لاباس عليه يعني ميسر عليه الله راه يقدر يدير حتى 10 ماشي مشكل المهم كنتمنى لكم تكون اوي ولي كتغضى كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير صحه جيده وباي باي.